فكما كتشهدوا انه زعما الازمه طالت راه 7 شهور دابا، راه ما بقيناش في الشهر الاول ولا الثاني، دوزنا فصل الشتاء الخريف الصيف في الربيع، راه ما يمكنش ان الازمه تبقى مازال مطوله ومازال الحدود الساعه. زعما حنايا مازال بداك ليسبري ديال اننا باغين الحوار، باغين اننا نلقاو حلول. فكنتفاجئوا في كل مره انه حتى كنبداو زعما في واحد البروسيسوس ديال حل الحاله ديال الملف، كتجي يا اما البرمجه ديال الامتحانات يا اما شي حاجه من هذا القبيل. فحنا كطلبه راه لا يمكن اننا نبقاو مستمرين في واحد الازمه منذ 7 اشهر. كنتمنوا ان المسؤولين يتحملوا المسؤوليه السياسيه ديالهم وانهم يخدموا على هذا الملف بالطريقه اللي خاص يخدموا عليها، لانه دابا راه ما بقيناش في الشهر الاول ولا الثاني ديال الازمه، ولا يعقل اننا نضحيو بالتكوين ديال ازيد من 21000 طالب وطالبه من كليات الطب والصيدله في المغرب، اللي هما نخبه ابناء هذا الوطن، واللي غدا ان شاء الله راه هما اللي غيساهموا في الصحه ديال المواطن المغربي. يعني راه ما يمكنش الازمه تزيد تطول اكثر، ومازال ما فهمناش علاش هذه الازمه مازال مطوله. يعني بقات نقطه عالقه هي ديال الرئيسيه من 7 الى 6، واش ما كاينش مثلا رضا على انه تدخلوا تقراوا على اساس هذا النقاش يتفتح من بعد؟ فبالنسبه لهذه النقطه الطلبه كانوا واضحين من بعد الجموع العامه اللي داروا، كانوا منفتحين على اساس انه يكون واحد الحلول عقلانيه. اللي جاوا طرحوا عليهم المقترحات كانوا فيها مجموعه ديال لي فاي، يعني كانوا فيها شي حوايج اللي طلبه بينوا على انه هما كانوا منفتحين للحلول، ولكن للاسف ان ذاك الاصلاح ما يمكنش انه نضحيو بالتكوين ديالهم، خصوصا ان الدفعات الحاليه اللي هي الدفعات الخمس اللي كتقرا دابا في كليه الطب والصيدله. وكنبغي نذكر بان هذا تقليل سنوات الدراسه راه كيهم شعبه الطب، فبالنسبه لشعبه الصيدله راه هما عندهم مطالب، ومع ذلك راه الازمه مازالت قائمه. فبالنسبه لهذه النقطه الطلبه كانوا واضحين، لا يمكن التضحيه بخمس دفعات اللي كاينين دابا كيقراو دابا بواحد الاصلاح اللي مازال ما قائم زعما على اسس متينه. يعني ملي يكون الاصلاح واجد ديك الساعه يطبقوا على لي بروموسيون يلاه غيدخلوا. هذا بالنسبه للنقطه العالقه الاولى بالنسبه للسبع الى ست سنوات. كاينه شعبه ديال الصيدله اللي ما عندهاش هذه النقطه، فعلاش ما يتم زعما الحل حاله ديال الملف معاهم ويتسنى واحد ان بي في داكور؟ فاش كنجيو كنقولوا باللي راه حنا بغينا نلقاو الحل الى اخره، فما كنعنيوش اننا حنا غنبقاو نشوفوا غير النقاط اللي عالقه. الصيدله عبروا على واحد 96% على انهم قابلين المطالب ديالهم، حنا ما عندناش مشكل الا كانوا هما غيدخلوا فمزيان، ما بغيناش ان الازمه تطول، ولكن يتسنى معاهم حضر اتفاق. راه لا يمكن انك تجي تقول لي يكون خير ومن بعد زعما نمشي نشوف واش كاينين المطالب ولا ما كاينينش الى اخره، وانت 7 شهور وانت في النضال، لا يعقل ان الطلبه رجعوا بخف الحنين. احنا اليوم نظمنا هذه المسيره اللي تسمت بمسيره الغضب بعد واحد المسلسل نضالي اللي دام ازيد من 7 شهور، بل اليوم كملنا 7 شهور ديال المقاطعه المفتوحه، الدروس النظريه والتطبيقيه والتدريب الاستشفائيه، وكذلك الامتحانات بدورتين الخريفيه والربيعيه. هاد مسيره الغضب جات مورا واحد اسبوع الغضب اللي كانوا فيه مجموعه من الانزالات محليه بمختلف الكليات، اللي دامت من الاحد ديال الاسبوع الماضي حتى اليوم الجمعه، واللي الطلبه خرجوا فيها باش يعبروا على الاحتقان اللي كاين في الصفوف ديالهم. حتى واحد ما عاجبو هاد المده اللي وصل ليها البويكوت، حتى واحد ما كان باغي يوصل 7 شهور ديال المقاطعه. طالب راه ضحى باغلى ما يملك اللي هو التكوين ديالو باش انه يتحصل على مجموعه من المطالب اللي كتبان ليه من النهار الاول مشروعه، واللي هي مطالب اكاديميه بحته، ما داخلين فيها لا اجندات سياسيه لا حتى شي حاجه. وكنشوفوا من الجهه المقابله انه يتم محاوله تسييس هاد النضال ديالنا، وزعما كنا باغي نسيسو من الاول. ما كنتيش غادي من 2022 وانت في لقاءات تحاوريه وكتحاول تلقى واحد لو ميليو دونتونت بين لي ريسبونسابل وبين الطلبه، فكنتي غتبدا النضال من ديك الوقيته وتقول لا انا هذا الشيء ما عاجبنيش من الاول. بالعكس، فحنا عطينا فرصه باش يكونوا التوضيحات اللازمه اللي يخليو الطلبه يبغيو هاد لا نوفيل ريفورم اللي كاينه. واش الشيء اللي ما وصلناش ليه؟ فالطلبه قال لك صافي حنا وصلنا لنقطه لا رجوع، وصلنا لواحد النقطه اللي الاضراب المفتوح هو اللي غادي يخلينا نتحصلوا على المطالب ديالنا.